مساء الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ليلة الخميس كلها ربح على الـ LBCI. يلي بيأمن انه في حظ بالحياة لازم يأمن انه لازم يلعب كل يوم يومية لحتى يكثر فرصه بالربح مع هاللعبة الحلوة. بداية بدي اقول مساء الخير لمدام تيريز مسلم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. حضرتك مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحة. كيفك انت؟ خلينا كثير منيحة. خلينا نبلش سريعا مع صحوبات الليلة مع اليومية ثلاثة والأربعة والخمسة على أمل كثار وكثار منكم إذا مش كلكم تكونوا رابحين الليلة مع صحوبتنا. خلينا نبلش مباشرة مع اليومية ثلاثة وجود لك لإلكن. أكيد فيكن تلاقوا لعبة اليومية وين ما كان بلبنان، يعني بكافة نقاط ومراكز بيع لليبانيز دي جو بنفس ماشين اللوتو. فيكن تشاركوا بلعبة اليومية، تختاروا أرقامكن، تختاروا اللعبة اللي بدكن إياها، يعني يا يومية ثلاثة يا أربعة يا خمسة، تكسوا هالأرقام وتلاقونا ليلية بهالوقت. اليومية ثلاثة بتبدأ مع الرقم تسعة. تاني رقم، كمان الرقم تسعة، هات لنشوف، هات لنشوف. لا، لا فول، أربعة. تسعة تسعة أربعة، على كل حال كيف ما اخترتون مبروك عليكم. إذا اخترتوا تلعبوا بالدور اضربوا المبلغ اللي دفعتوه ب 400 مرة، وإذا اخترتوا تلعبوا حيالله المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 70 مرة، وهيك بتعرفوا المبلغ يلي بتربحوه. من إلكم ألف مبروك. وهلا مع اليومية أربعة ومع أربع أرقام جديدة رح نرجع نشوف الماشين سوا ونشوف هالطابات كيف رح يبربون بالماشين وكيف رح يطلعوا، وعلى أمل يكونوا أرقامكم. يلا هات لنشوف. أول رقم باليومية أربعة الرقم 8. تاني رقم عم نشوفه سوا هو الستة. يلا بعد في اثنين. ثالث. أول رقم واحد. يلا. آخر رقم بهالسحب الأربعة. حلو الأربعة عن جديد. 8 6 1 4. مبروك إذا اخترتون لهالأربع أرقام. إذا اخترتوا تلعبوا بالدور المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 4000 مرة. وأما إذا اخترتوا حيلا المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب 150. وهلأ مع آخر سحب مع اليومية خمسة. هات لنشوف سوا أنا وياكم شو هني الأرقام بآخر سحب لليلة لليوم الخميس. هات لنشوف. يلا هات لنشوف شو هني الأرقام بسحب اليومية خمسة. منبلش مع الرقم اثنين. ثمانية بتتبع اثنين. شو أقولك يا بول؟ أربعة؟ هات لنشوف. لا ما حزت. الرقم تسعة. بعد في عنا رقمين. يلا رح نعطي اكزامبل على 3000 ليرة اليوم، هات لنشوف. لا ولا تسعة تسعة. حلوة التسعة تسعة اليوم. مش غلط. يلا آخر رقم. لا هول كان لازم يجوا بأول سحب. كثير حلوين. 2 8 9 9 9. كيف ما اخترتوهم ألف مبروك عليكم. إذا اخترتوا تلعبوا بالدور وقلنا مثلا 3000 3000 ضرب ال 40000 مرة تربحوا 120 مليون، وإذا اخترتوا أكيد حيلا 3000 ضرب 350 مرة تربحوا مليون و50 ألف. حلوين كثير. مدام تيريز بليز نرجع نشوف معك النتائج، تفضلي. الأرقام الرابحة لسحب يومية اليوم 10 أذار 2016 هن بالنسبة ليومية 3 9 9 4، يومية 4 8 6 1 4، ويومية 5 2 8 9 9 9. ميرسي لك مدام تيريز. ميرسي لك. بنشوفك اكيد نهار الاثنين ان الله رب بصحوبات جديده من لعبه اليوميه. مني ومن كل فريق ال LBCI بوجه لكم تحيه كثير حلوه، بقول لكم ميرسي على متابعتكم لنا لحلقه الليله. ما تنسوا بكره صحوبات جديده، ما تنسوا اليوميه فيكم تتكسوها، فيكم تتكسوا ارقامكم اللي بتحبوها من وين ما كان بلبنان، وين ما بتشوفوا إشارة لليبانيز دي جو فيكم تفوتوا على هالمحل وتكسوا أرقامكم، نقوا أرقامكم ما بين الصفر والتسعة إذا كان اليومية ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هو ذاته المبدأ. اختاروا أرقامكم ما بين الصفر والتسعة، اختاروا المبلغ اللي بدكم تدفعوه معكم 500 مجال 500 1000 1005 2000 2005 3000 ليرة، وآخر شيء اختاروا إذا بدكم أرقامكم يطلعوا بالدور يعني ورا بعض أو يطلعوا هيك بطريقة عشوائية. حيالله ميرسي لمتابعتكم، لقونا بكره.